استمراراً لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم الدعم والمساندة إلى الأشقاء في دولة تونس لمجابهة الآثار المترتبة على الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد. أقلعت 3 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بأطنان من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى الشعب التونسي الشقيق للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين التونسيين. ومن جانبهم أعرب الجانب التونسي عن عميق شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية والمساندة التي تقدمها الحكومة المصرية للشعب التونسي. تأتي تلك المساعدات تأكيداً على متانة الروابط التاريخية التي تجمع بين مصر وتونس وتعبر عن عمق العلاقات المصرية التونسية المتميزة التي تحظى بكل التقدير والاحترام على مستوى الشعبين الشقيقين.